يقول: يوجد لدينا في بلادنا هذه عمالة لا يؤمنون بالله، فهل نحن مسؤولون عنهم يوم القيامة وهل تجب دعوتهم؟ وجوب الدعوة، نعم واجب دعوتهم، ولا يجوز، لا يجوز جلب العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين، لا يجوز هذا. العمالة المسلمة كثيرة، يستقدم من العمالة المسلمة، لا يستقدم من الكفار يدخلون في بلاد المسلمين، لا سيما جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. نعم، كيف نجيبهم لجزيرة العرب ندخلهم فيها؟ الرسول يقول: أخرجوهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ولكن لا يفهم من هذا ما يفهمه الجهال اللي يقتلون الدبلوماسيين ويقتلون المراسيل الذي يرسلون برسائل إلى ولاة الأمور، أو يقتلون المستأمنين الذين يدخلون بأمان، هذا لا يجوز. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، نفس المعاهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 70 خريفا. لا يجوز قتل المعاهد ولا قتل المستأمن، هذولا بينه وبينهم عهود، بينه وبينهم مصالح دنيوية يجون لأجلها ويذهبون إلى بلادهم مراسيل أو تجار، أما نجيبهم حرفيين لا، ما يجوز هذا. نعم.